فيها كمان حوار اتفضل. مجتمعي كبير صحيح قوي، يعني المجلس مش هيسيبها ان هو ياخد قرار في وسط اعضائه بس. بالظبط. يعني احنا كنا اقترحنا على السيد رئيس المجلس ان يبقى في حوار مجتمعي واضح وكبير لكل اطياف الشعب، وكل من هو معاه مستندات وادله تؤكد مصريتها او تؤكد سعوديتها هي يعرض علينا نفس الورقه كله. يعني الحكومه عرض علينا اوراق، في اوراق راحت المحكمه جات لنا المجلس، في اوراق مع بعض المواطنين اللي هم كانوا رافعين القضايا، احنا بندعوهم ان هم يجوا عندنا المجلس ونسمع كل الاراء عشان لما نيجي نعرف ناخد قرارنا في الاخر يبقى مبني على اسس علميه صحيحه. صحيحه. بالظبط. طيب يعني